أهلا بكم. في كشف مهم جدا أعلن فريق دولي من علماء الفلك بقيادة جامعة كامبريدج ببريطانيا، أعلنوا عن رصد أقدم مجرة ميتة في الملاحظات الأخيرة اللي كانت بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي، في واحدة من أعمق الملاحظات اللي عملها تلسكوب جيمس ويب في الكون المبكر. المجرة الجديدة بتتحدى النماذج الفيزيائية الحالية في تكون وموت المجرات في الكون المبكر، وبكده تصبح المجرة اللي هيظهر اسمها قدامك دلوقتي هي أقدم مجرة ميتة يتم العثور عليها في تاريخ علم الفلك، بعد 700 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم اللي كانت قبل 13.8 مليار سنة. وبالمناسبة هي صغيرة جدا مقارنة بالمجرات الميتة اللي تم الكشف عنها قبل كده، بتشبه سحابة ماجلان الصغيرة المجرة القزمة التابعة لمجرتنا درب التبانة. جثة كونية غريبة خلت العلماء في حيرة من أمرهم، مجرة ذات حياة قصيرة عاشت بسرعة وماتت صغيرة العمر، تكوين النجوم فيها تشكل بسرعة ثم توقف فجأة كده ومن غير سابق إنذار، وده أمر غير متوقع إنه يحصل في الفجر الكوني، وحنعرف ليه بعد شوية. المجرات يا جماعة الخير بتشكل النجوم الخاصة بيها من خلال سحب الغاز والغبار اللي بتتكربس وتنور المنطقة، لكن المجرة الميتة اللي رصدها تلسكوب جيمس ويب لم تشكل نجوماً منذ 13 مليار سنة طبقا للرصد الأخير اللي حصل عليه جيمس ويب. بتقع المجرة الجديدة المكتشفة دي على بعد مليارات السنين الضوئية من الأرض، ولما نقول سنة ضوئية عزيزي المتابع فإحنا بنستخدم المصطلح ده علشان نقيس المسافات الهائلة جدا والكبيرة جدا في الكون. السنة الضوئية مثلا بتساوي 9.5 تريليون كيلومتر بيقطعها الضوء في سنة، وبالتالي لما رصد جيمس ويب المجرة فهو رصدها في الماضي البعيد قبل 13 مليار سنة ضوئية. تخيل انت كده محتاج تضرب الرقم 9.5 تريليون كيلومتر في 13 مليار سنة ضوئية علشان ايه تعرف هي بتبعد عننا قد ايه. لكن علشان نعرف السبب الرئيسي في نهاية حياة المجرة دي لازم الأول نروح هناك للزمن الماضي في الفجر الكوني، ونعرف إيه طبيعة المنطقة والبيئات المختلفة اللي نشأت فيها مجرتنا بطلة حلقة النهاردة. ومش هذكرك بالضغط على زر الإعجاب اللي بيحفزنا. كيف كان الكون في الماضي البعيد وكيف رأيناه؟ توبياس لوزر المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة كامبريدج بإنجلترا كان بيقول إن ملايين السنين الأولى من عمر الكون كانت مرحلة نشطة ومضطربة جدا. في الزمن ده انهارت كتير من السحب الكونية علشان تشكل نجوم جديدة. المجرات في الزمن المبكر في الكون كانت محتاجة لإمدادات كتيرة من الغاز والغبار الكوني علشان تكون النجوم دي، وكأن الكون المبكر كبوفيه مفتوح على حد تعبيره، يعني يشمل جميع إمدادات الغاز اللي بتحتاجها المجرات ديت علشان تنمو، وبتعتبر المناطق الغنية بالغاز في المجرات دي مواقع هامة جدا لحاضنات النجوم الوليدة الجديدة. المجرة الميتة المكتشفة حديثا بواسطة تلسكوب جيمس ويب هي الأقدم على الإطلاق، تاريخها بيرجع لزمن حاسم في التاريخ الكوني، عصر التأيون اللي اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت في حلقة الحاجب الكوني العظيم، ممكن تتابعها من الآي اللي فوق. كان الضوء اللي بدأ يهرب من المجرات دي لسه حالا بدأ يخترق الحجب الكونية الكبيرة واللي كانت مغطية الكون في العصور المظلمة، والمفروض المجرة دي تكون صغيرة في السن ولسه بتبتدي رحلة حياتها بتكوين النجوم الجديدة من الغاز الوفير ساعتها. لكن ازاي عرف العلماء المعلومات دي الخاصة بالمجرة الميتة، خاصة انها اترصدت قبل 13 مليار سنة من عمر الكون؟ بيقول الدكتور فرانشيسكو ديوجينيو عضو الفريق البحثي ان المجرات عموما مصنوعة من نفس المادة، وبالتالي بتخضع لنفس قوانين الفيزياء بشكل عام واللي بنلاحظها في الكون الحديث، وقال انهم بيرصدوا في الاطياف الخاصة بالمجرات البعيدة دي بصمات العناصر الكيميائية ولون الضوء الصادر منها، الضوء ده اللي بيقول لنا انها بتبعد عننا قد ايه، واللي بيوضح لنا برضو كثافة الألوان المختلفة اللي بنرصدها. فاحنا كده كأننا بنعمل تشريح للمجرة دي بعد وفاتها واللي بتعمله النجوم جواها في المرحلة دي. الغاز أقدم مجرة ميتة وكيف اكتشفها تلسكوب جيمس ويب؟ بتظهر البيانات اللي رصدها تلسكوب جيمس ويب ضمن مشروع المسح العميق المتقدم جاتس واللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت برضو، ان المجرة الميتة ممكن يكون حصل لها هوجة سريعة كده من تشكل النجوم ما بين 610 ل 670 مليون سنة من عمر الكون، وبعدين حصل توقف مفاجئ لتشكيل النجوم دي بعد كده. العلماء بيشكوا ان ده حصل قبل المدة الزمنية اللي اترصدت فيها المجرة اللي هي 700 مليون سنة، تقريبا قبل 10 ل 20 مليون سنة من الصورة اللي اخدناها دلوقتي من المجرة. الانفجار السريع لتشكيل النجوم اترصد بعد نفاد خزان المجرة من الغبار والغاز اللي ممكن تتشكل منه نجوم جديدة. النماذج الحالية ما تقدرش تفسر حاليا ازاي المجرة الميتة دي اتشكلت في اقل من مليار سنة، وفي نفس المدة دي
ماتت وما عادتش تنتج اي نجوم جديدة. العلماء رصدوا مجرات ميتة قبل كده، بس ده على بعد حوالي 3 مليار سنة من عمر الكون، مش في المليار السنة الاولى. بيجي السؤال في ذهنك عزيزي المتابع الشغوف بالعلم المحب للمعرفة، ايه هي العوامل اللي ادت لموت المجرة دي ونفاد الوقود بتاعها؟ والشيء المثير للاهتمام ان المجرة دي لما اترصدت ما كانش بينبعث منها اي اطوال موجية للضوء بتدل على تكون وميلاد نجوم جديدة. والسؤال الاغرب، هل فعلا ماتت المجرة دي تماما ولا ممكن تكون صحيت تاني كده وبدأت تكون نجوم جديدة في مرحلة لاحقة بعد كده؟ هتقولي ازاي يعني يحصل ده؟ هقولك ان احنا رصدناها من 13 مليار سنة ضوئية، يعني ممكن لما توصل لمرحلة لاحقة يكون حصل حاجة جديدة في المجرة مستحيل نرصدها، وده بسبب محدودية السفر عبر الزمن اللي محكومين بيه، ومحكومين كمان بسرعة الضوء المحدودة في الأعمار الكونية الكبيرة دي. عمر الكون الصغير في اللحظة اللي اترصدت فيها المجرة الميتة دي بيدل على مجموعات نجمية شابة، والنجوم دي بتموت مع الزمن والمجرة فقدت قوتها في إنتاج نجوم جديدة، ومش هنلاقي فيها إلا جثث النجوم اللي كانت عايشة في الوقت ده وليها أثر، زي النجوم النيترونية والثقوب السوداء والأقزام البيضاء. اتمكن الفريق البحثي من أنهم يعرفوا أن جيل واحد من النجوم عاشت في المجرة الميتة دي في الماضي، وده من خلال دراسة الأطياف اللي عملها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وإن النجوم اللي اترصدت في الزمن البعيد ده مش بتحتوي على عناصر كتيرة أتقل حتى من الهيليوم الخفيف، يعني مفيش نجوم ضخمة بتصنع العناصر التقيلة دي، وإن النجوم المرصودة فيها لا تحتوي على مواد كونية ينفع نكون منها نجوم من الأجيال اللي بعد كده. فما الذي حدث لهذه المجرة الميتة؟ في كتير من الطرق اللي ممكن تحرق بيها المجرات نفسها وتموت. النجوم يا اخوانا بتتكون لما بتتجمع سحابة كونية كبيرة من الغاز، وبتتجمع تحت وطأة الجاذبية اللي بتساعد في إنارة النجوم، وتكوين نجوم جديدة بيحتاج لكتير من الوقود، فبمجرد ان المجرة تستهلك كل الوقود اللي فيها بتتوقف عن تكوين نجوم جديدة وبتصبح مجرة ميتة وخامدة. اقترح برضو العلماء سيناريو تالي لموت المجرة دي، لو كان الثقب الأسود الموجود في قلب المجرة ديت ثقب أسود فوضوي وعنيف، فهيبقى مستهلك كبير للوقود داخل المجرة، ويمكن يقذف المواد خارج المجرة ويفقدها الوقود بتاعها. كمان لو في مستعرات عظمى داخل المجرة ديت اللي هي انفجارات كبيرة للنجوم، ممكن برضو إنها تطرد الغاز المجري ده لبراها. كمان ممكن تكون المجرة الميتة دي موجودة في منطقة عناقيد مجرية كثيفة في الكون المبكر، وإن المجرات المجاورة بفضل قوة جاذبيتها انتزعت الغاز البارد من أطراف المجرة الميتة دي، على الرغم من أن السيناريو الأخير ده مش مرجح لكتير من العلماء. طبعا السيناريو الأقرب اللي بيرجحه العلماء إن المجرة الميتة دي فيها ثقب أسود فوضوي قضى عليها وسحب كل الغاز والغبار ده ودفعه خارج المجرة، وده بفضل إشعاع غير عادي للثقب الأسود الفوضوي ده، وبكده افتقدت الحاضنات النجمية لوقود تكوينها. وعلى الرغم من ان المجرة دي ممكن تكون ميتة وقت الرصد اللي كان في زمن 13 مليار سنة تقريبا، لكنهم بيرجحوا ان وارد جدا تكون المجرة دي عادت للحياة تاني في فترة لاحقة من عمر الكون، وده بيقول لنا ان المجرات اللي رصدناها ميتة قبل كده أو خامدة أو غير ناشطة ممكن تكون رجعت تاني لصخب الحياة المجرية وتكوين نجوم جديدة تاني، سواء حصل ده باصطدامات مجرية بينها وبين مجرات تانية أو أي سيناريو تاني بيبحث فيه العلماء دلوقتي. كيف تغير تلك المجرة نظرياتنا عن دورة حياة المجرات؟ العلماء خلال السنين اللي فاتت رصدوا مجرات ميتة يعود تاريخها ل 12.4 مليار سنة من عمر الكون، إنما الغريب في قصة مجرتنا النهاردة إنها موجودة في الفجر الكوني في المليار الأولى من عمر الكون. روبرتو مايولينو عضو الفريق البحثي وهو خبير بالمناسبة في دراسة المجرات المبكرة في الكون، وكنا جبنا سيرته قبل كده في أكتر من حلقة، قال كلام مهم جدا الحقيقة، إننا دايما بنستخدم في دراسة الكون المبكر نماذج بتعتمد بشكل أساسي على أرصادنا في الكون الحديث، لكن بعد ما اتفتحت لينا نافذة جديدة فتحها لنا جيمس ويب لازم نغير من النماذج بتاعتنا الحالية لنماذج جديدة. ممكن تقول لنا إن النجوم في الكون المبكر ممكن تتشكل بسرعة كبيرة وممكن كمان تموت بسرعة. البحث الجديد بيقدم لينا نظرة مهمة جدا لتطور المجرات في الكون البدائي، مش بس في تكوين المجرات بل وفي موتها في الزمن المبكر ده. واللافت للنظر فعلا ان المجرة الميتة دي خمدت وماتت في زمن كان فيه الكون مليان بالغاز والسحب الكونية، الوقود الاساسي في تطور المجرات ونجومها، تمام كأنك معك شمعة مولعة في بحر من البنزين ومفيش اي انفجار. هل في شيء خارج قناعاتنا الفيزيائية أو فيزياء جديدة في الكون المبكر
منعت حصول ده، وده استثناء غير عادي وهيتطلب مزيد من الأبحاث في المستقبل عن مجرات ميتة في الكون المبكر علشان نعرف أسرار موت المجرات في الزمن الكثيف ده. ولغاية ما يحصل ده عزيزي المتابع، بفكرك انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تتابع معايا الأخبار الجديدة في الموضوع ده ومواضيع تانية ان شاء الله في أدغال الكون الصحيح. ولو الحلقة عجبتك بقى تخبط اللايك الجميل اللي بيحفزنا. رمضان كريم علينا وعليكم، كل سنة وانتم طيبين، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وعلى أمل بلقاء جديد ان شاء الله في إنفوسفير ولاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي، معكم محمد فهمي سليم، سلام عليكم. Thank you.